السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لهذا اليوم هي الكليتش العراقية، طبعا مناسبة قرب العيد. إن شاء الله يعود لكم كل سنة وكل عام بخير وصحة وسلامة على أمة محمد وعلى جميع الأمة الإسلامية. مقادير هاي الكليتش إن شاء الله يكون بسيطة متوفرة عند كل الناس. نجي عندي مقادير الطحين، أخذ هنا 4 أكواب من الطحين. هنا عندي كوب ونصف، أدي كوب من السمن النباتي الدهن، هذا باعه هذا السمن، أخذ من عنده كوب واحد، وأخذ نصف كوب من الزبد. هنا أنا عندي راح أستخدم بدل الخمرة وبدل البيكنج باودر، راح أستخدم اللبن الرائب. أستخدم هنا أنا احتمال أخذ نصف كوب أو أقل حسب احتياج الطحين للسائل. هنا أنا راح أخذ تقريبا نصف كوب من السكر، وهنا أنا عندي تقريبا ملعقة كبيرة من الهيل تمر، وهناك الحلقوم. هسه ندي ورشة ملح. هسه راح أول شيء راح أبدأ على الطريقة. راح أخذ طبعا الملح، أخلي رشة قليلة، ما أخلي هواية، رشة كلش قليلة، وأخلي اللي أضيف الهيل. اللبن راح اخذ يعني اشوف ايش قد يحتاجي، اما نصف او اقل او اكثر حسب يعني امتصاص الطحين للسائل. راح اخلي هسه اقل من يعني من النص. حلوة وهشة ولينة بنفس الوقت. عندي هنا أنا ملاحظة، طبعا هاي العجينة ما تحتاج قلت لكم لا خمر ولا بيكنج باودر، لأن ضفت لها اللبن وهو الزبادي، يعني هاي راح تعوض عن الخمرة والبيكنج باودر، وحتى ما تحتاج يعني تخلوها تختمر. هسه عندي فد شغلة حبيت أشوف لكم إياها، وطبعا إن شاء الله تستفادوا من عدها، فكرتها كلش حلوة. أنا طبعا ما موجود عندي الملقط اللي استخدمه بنقش هاي الكليتشة، فحبيت أسوي لكم هاي الطريقة وإن شاء الله تستفادوا من عدها. أخذت هنا عندي هاي العلبة اللي بيها علبة مال سمك، يعني هي هذا الوجه مالتها، أخذتها قصيتها وسويت من عنده هذا الملقط. شوفوا هذا الملقط يطلع بيه النقش كلش حلو. طبعا هاي ما متوفرة عندي، وانا متأكدة متوفرة عند اكثر يعني الناس، ما موجودة عندهم هاي، فاني حبيت يعني ابين لكم هاي طريقتها شلون سويتها، وصارت يعني بشكل حلو مرتب. اخذت هذا الغطاء اللي هو من هاي العلبة، اخذته قصيته بهذا الشكل. هسه راح اخذه اقص من عنده. طبعا سويت هذا الغطاء يسوي 2 من هذني، أنا سويت واحد وهسه راح أسوي واحد ثاني حتى أنا مود أبين لكم يعني كيفية شلون يسوون طريقته. أول شيء أخذ العرض مالته، راح يكون تقريبا إصبع، يعني عرضه هذا إصبع مو أكثر، وأقصه بالمقص هيجي، أقصه من الأطراف. هسه شو راح أسوي؟ راح أسوي نفس هذني مثلثات، شوفوا مثلثات صغار. هذا المقص هيجي عندي.
هذا الشكل راح ادخلها الفرن لحد ما تستوي ونشوف المرحله الاخيره. عندي هذا الشكل النهائي، ان شاء الله اتمنى رضاكم واعجابكم، وارجو ان ما تنسون دعم قناتي والاشتراك مع الاصدقاء. استودعكم الله في امان الله.